احنا ومجموعة شباب من محافظة طوباس وقراها، احنا اتفقنا كلنا نطلع مظاهرة سلمية على مديرية طوباس عشان نطلب حقوقنا على الحذف ما حذف للتوجيه. اجينا يعني اجا مدير التربية نزل وشاف مجموعة شباب، اجا قال بدي 5 6 شباب يعني من كل واحد من فرع غير عشان شو بدهم يحذفوا عشان يوصلوا للوزير التربية. اجا احنا وافقنا يعني وسكتنا يعني لا رامينا حجار ولا ايش يعني بس هيك يعني التفات واض. اجا في امن وطني اخذوا مجموعة شباب، احنا صرنا نروح نتخرف مع بعض ونضحك يعني في شي صاير. اجا هذا الشاب اللي طاخ اجا ظلوا طاير بجيب شرطة تنظر مباحث. اجا يعني خمس عند المديرية، فات على المديرية بعرف شو حكى، تظلوا طالع هذا طخ يعني فوق 30 ل 40 طلقة بالهواء. هذا صار يصيح بقول بديش حدا انا هون. اجا في شباب قال له شو دخلك، هذا صار يطخوا على الارض على الشباب على الارض يعني تحت جريهم وفوق روسهم. هذا كل واحد صار يهرب يعني من الخوف. جيت انا وين هربت ورا العمود وفي بكت لوحة عنده. انا فكرني بدي راجد، اجا طخ علي اول اشي حبتين، الحبة الثالثة سلخت تحت الارض اجت وقعت علي شظايلها. فبس وقعت فكرني انه بعرف شو بدي اعمل، طخ علي رابع حبة وهم بصرت اصيح وصرت انادي ورحت على التركي. في شباب اخذوني من طباص من المخيم اخذوني على التركي ودووني. الأولى كانت عند التربية والثانية كان في ممرضة كانت اللي إياها بالمستشفى. أجا قبل ما أتصور إشعاع كانت الشظي الممرضة قالوا في شي بجرك والحمد لله على سلامتك، أجا بس قالوا لنا نصورك أشعة وصوروني. هذا كل إشي. أجا عندي مدير التربية، أجا يعني زيارة إليه، وأجا مدير الشرطة، وجه مجموعة أمن أجهزة أمنية.